السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان ديالي تبارك الله عليكم والله يحفظكم ليا كما القاعدة. اليوم إخوان ديالي عندي لكم شي أجوبات، وكنشكركم بزاف على حسب الاهتمام ديالكم بيا. كتسولوا فيا واش بريتي ولا باقي ما بريتيش. الله من تعالى يشافينا ويشافيكم ويشافي جميع المسلمين. أنا بخير وعلى خير الحمد لله. دوزنا شي يامات الله يجعلها مغفرة الذنوب لنا وليكم، والحمد لله دابا راني بخير وعلى خير. يعني بقى شي شوية ديال، راكم عارفين، شوية ديال السخفة. يعني بنادم اللي كيمرض وكيعيا وكيبقى شي شويه ديال العيا، ماشي مشكل ولله الحمد. اليوم الاخوان ديالي عندي لكم شي اجوبات ان شاء الله الرحمن الرحيم. اخوان ديالي تبارك الله عليكم، السؤال الاول ديال برحو منير كيقول هاد المرعى ديال العصفور فوقاش غادي تسالي؟ العصفور غادي يسالي في هاد شهر 9 اخي العزيز، شهر 9 ما كيبقاش العصفور. السؤال الثاني، الاخت فرح حفصة كتقول دارت مراقبة للخليات ديالها وما لقاتش عسل، ما لقاتش حبوب اللقاح، ما لقاتش يعني حاضنه، ما لقاتش بيض مفتوح ديال 24 ساعة. الأخت ديالي، ما عندكش عسل، ما عندكش حبوب اللقاح، ما عندكش حاضنه، إذن الملكة ديالك عندك. بهذه الطريقة هذه إخوان ديالي اللي ما عندوش عسل وحبوب اللقاح وحضنة في الخليات ديالو يعطي الكاندي في هاد الوقيته هادي، ويعطي المحلول السكري باش الملكة تلقى حبوب اللقاح عندها وتلقى عسل عندها لداخل، وتنط تبيض لك باش يكثر لك النحل في الخليات ديالك، وغادي تستمر مع الخليات ديالك بالكاندي والمحلول السكري يعني جوج خطرات في السيمانه، واعطيهم على حسب القدر اللي غادي ياكلوا لك في الليله. مثلا غياكلوا ربع اعطيهم ربع، غياكلوا نص كيلو اعطيهم، غياكلوا نص سيترو اعطيهم نص سيترو، يعني على حسب الماكلة ديال النحل، وغتعطيهم جوج مرات في السيمانة. خلاص الكاندي كتعطيه حتى يسالي نص كيلو اللي غتعطيه، ومن بعد عطيها نص كيلو اخر، وغادي تبيض لك الملكة ديالك ويكثر النحل في الخليات ويدوزو لك الشتا ان شاء الله مبرعين. يعني على حسب يكثر فيهم النحل غادي يدوزو لك المشتا ديالك والله يسخر. السؤال ديال الاخ منادي كيقول في سؤاله، كينصحونا بعض شي نحاله كيقولوا لنا ديروا الاطارات في الميكا يعني في السلوفان، وديروا في الفريغو اطارات خاويين غير الشمع ممطوط. كيقولوا لنا ديروهم في ميكا سلوفان ودخلوهم للفريغو وما كيضيعوش، ما كتضربهمش التونيه. اخوان ديالي، يعني الطريقه باش كنديروا الاطارات في الفريغو، كنخليو الاطارات ديالنا عند المنحل ديالنا حتى كيهرب عليهم، وكنجمعوهم
اللي ما كيبقاش فيهم عسل، ما كيبقاش فيهم حبوب اللقاح، ما كتبقى فيهم حتى حاجه، كنحيدوا الاطارات اللي هما خاويين كاع. داك الاطارات اللي هما خاويين الا كانوا قلال، اما الا كان الانسان عنده اطارات كتار شحال قدو يدير في السلوفان، شحال قدو يدير في الفريقو، راه بزاف. ولكن اللي عنده شي حاجة قليلة وبغى يديرهم في الفريقو، كما قلت لكم حتى كيهرب عليهم النحال وما كتبقى فيهم لا عسل لا حبوب اللقاح لا حتى حاجة، كيحيدوهم وكيدخلهم للفريقو بدون بلاستيكا واحد يومين ولا ثلاث ايام، باش كيموت الا فيهم شي حاجه من الحشرات، وكتخرجهم على برا حتى كينشفوا من داك الماء ديال الفريقو، كينشفوا مزيان، وعاد يمكن لك ديرهم في البلاستيك، ديرهم في البلاستيك وتحطهم في شي بلاصه. ولكن كاين بعض شي خطرات من الاخوان كيديروا هاد القضيه ديال الفريغو وكيخرجوهم، كتعرفوا في الفريغو كيكون فيه الثلج، كيتلجهم باش كيموتوا الحشرات اللي فيهم، ومن بعد كيخرجهم، كيخرجهم فاسقين، وكيديرهم في يعني في البلاستيك، كيديرهم في البلاستيك وكيكونوا باقيين فاسقين، ومن بعد كيحطهم كيغمالو، يعني كيغمالو، وكتخماش داك الشمع اللي هي مخدومه ديال النحل، ملي كيبغي يديرهم الخليات ديالو كيجي الاطارات كلهم ضاعوا. اللي عنده حاجه قليله وبغي يديرها بهذه الطريقه هذه، يديرها ويخرجها حتى تنشف مزيان من الماء، وعاد يمكن له يديرها في البلاستيك ويحيدها في شي بلاصه، ويدير لها بلاستيكه مزيان باش ما يدخلش معها التونيه ولا تدخل معها شي حشره وحده اخرى. والله يسخر الاخوان اللي عنده الجهد على هذا الشيء وعنده حاجه قليله وبغى يديرها، الله يسخر له. السؤال ديال الاخ حميد ادوكان ولا دوكان ولا المهم، كيقول في سؤاله: شريت خالية أسماء بدون ملكة، ومن بعد ربات الملكة، ومن اللي خرجت الملكة عاد بيضت لي بيض وربات منه الذكور. أخي العزيز، هذيك الملكة ما كانش عندها الذكور، من بعد خرجت كتبيض بيض غير ملقح، وكيوليو ذكور ماشي شغالات، وبهم كتلقح الخليه. الا بغيتي اخي العزيز الخليه ديالك تزيان، خلي الملكه تلقح، اعطيها حبوب اللقاح. الا ما عندكش حبوب اللقاح، اعطيها كاندي وعاونها بشويه ديال المحلو السكري، الذكور ديالك غادي يفقصو، وغتلقح الملكه ديالك، غتلقح الملكه ديالك وتهلا فيها محلو السكري وكاندي. وإلا عندك إطارات خرين، خليات خرين، إطارات فيهم حضنة مغلقة على وجه التفقيس، عاونها بإطار في الوسط، وإن شاء الله الرحمن الرحيم ما يكون غير الخير. وإلا عندك ضروري تعاونها بإطار ديال الحضنة دابا، باش ملي تنوض تبيض كيكون الحضنة فقصت، وهذيك الحضنة هي اللي غتعطي غذاء الملكي يعني البيض اللي غتبيض الملكة جداد. والله يسخر لك. نصيحة ديال الأخ الجلالي بالتيج، كيقول في النصيحة ديالو النحالة: النحال ما خصوش يحيد العسل حتى يختمو النحل، يعني حتى يسد عليه كله، عاد يمكن النحال يحيد العسل.
من طبيعة الحال أخي العزيز، ولكن كاين واحد اللحظة اللي كيكون نحل كيعمر كتكون المرأة على برا كثيرة، وكيكون نحل كيعمر العسل واللي كملت كيسد عليها، وملي كنجيو حنا كتسالي المرأة وكيجي النحال ويطلع الخليات ديالو وكيلقى الإطار النص فيه يعني مختوم سد عليه النحل، وكيلقى النص في الإطار يعني باقي ما سدش عليه النحل، العيون السداسية ما عمراش، المرعى سالت على برا، النحل ما بقى له ما يزيد، وهاديك اللي سد عليها راها بالغة مكمولة، وهاديك اللي باقي ما سد عليها حتى هي كتكون بالغة، غير النحل ملقاش باش يكمل المرعى ديالو ويعمر العيون السداسية كلها ويسد عليها، يعني كيخدمها وكيحيد منها الماء اللي فيها وكيحيد منها جميع المسائل، كيبقى خصها غير يسد عليها النحل. وبهالطريقة هذه أخي العزيز كيخص النحل ملي كتسالي المرعى وكيكون عنده هاد المشكل هذا، ما غيمكنلوش يخلي مثلا العسل في وسط الخليات، النحل ما غيزيدش على هذيك الاخرى يكمل عليها، ما غيزيدش على هذيك يكمل عليها، والاخرى اللي كامله ما غنحيدوهاش، وهذيك اللي ما كاملاش ما غنحيدوهاش، اذا النحل غيدوز له العام خاوي. كنطلب من الاخوان ومن الاخ ديالي الا كان عندك النص في الاطار سد عليه النحل في العسل، العسل بالغة سد عليها النحل، أو لا جهة في الإطار سد عليها النحل وجهة ما كيناش والمرعى ما بقاش، العسل كتكون بالغة سوس العسل ديالك ورد الإطار الإطارات لبلاصتهم، والله يسخر الإخوان كلهم إلا درنا هاد الطريقة أخي العزيز، ونتسناو النحل حتى يسد لنا على الخلية على العيون السداسية كلها، ما غاديش يلقى باش يسد عليها، وحنا ما غاديش نحيدو العسل والعام غيدوز لينا خاوي. هذا هو المطلوب من الاخوان، وشكرا للاخ ديالي. السؤال ديال الاخ ابراهيم الشفشاوني ولا الشفياوني، قال في سؤالو شاف النحل كيدخل الدقيق ديال النخالة يعني الطحين، ما هو السبب في ذلك؟ الطريقة أخي العزيز باش كيدخل النحل الدقيق ديال الفارينة ولا الدقيق ديال الشعير ولا الدقيق ديال شي حاجة أخرى، راه من سبب حبوب اللقاح ما عندكش على برا. النحل ما عندوش حبوب اللقاح على برا، هاد النحل هذا أخي العزيز إلا كان ديالك خد لك شوية ديال القرفة، رابعة ديال القرفة، وخد لك رابعة ديال الخرقوم، خد لك شوية ديال التيراميسين، اشري حبوب اللقاح وطحنو مع المحلول مع سكر كلاصي، وخلط هاد التخليطة هادي أخي العزيز، وعطي النحل ديالك على برا، وخليه يدخلو في بلاصة حبوب اللقاح. هذه هي الطريقة الإخوان ديالي اللي ما عندهمش حبوب اللقاح يديروا هاد التخليطة هادي، والله يسخر الإخوان كاملين اللي ما عندوش حبوب اللقاح يدير هاد القضية هادي، ويعاون شوية بالكاندي ومحلول سكري، وغتنوض الملكة تبيض، ووجدوا النحل ديالكم ليامات البرد، والله يسخر لكم ولينا ولجميع المسلمين، وتبارك الله عليكم، وكنشكركم بالاهتمام ديالكم بيا،
يعني كتسولوا فيا وكتدعوا معايا باش نبرأ. اللهم انت تعالى يشافيني ويشافيكم ويشافي جميع الأحباب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.